اللي اسمهم مريم يحبوا المكلة. اهم صفة يتميزوا بها قاريين. المعدل تاعهم في الفصل دايما فوق 12 وكباب تلحق حتى 15-16. لاي برك. يحبوا يلبسوا الحوايج اللون تاعهم داكن، ازرق داكن، حمر داكن، صفر داكن. ويحبوا يتفرجوا بزاف مسلسلات تركية وما عندهمش زهر في الحب. اغلبهم متحجبين وتلقى وجهها مدور. اللي اسمهم مريم متقسمين، اللي يقراو سونتيفيك يديروا حجاب، اللي يقراو لاتر سيفيليزي. ويحبوا الكوريين. اللي اسمهم مريم 10% تلقاهم عميقات، 20% تلقاها مريولو خاطرش اسمها مريوما. مريوما مريولو. اضحك اضحك محمد اضحك 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 عبد الله اضحك 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 اضحك. صحاباتها يعيطوا لها ميمي ولا مريومه، ويحبوا يسموا روحهم ماريا. كي يسمعوا الغنية تاع ماريا 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 يحسبوها راهي عليهم. اذا عيطت لها في الفرض والاختبار باش توريلك تلقاها لي زوم وتوريلك. يا مريم يرحم باباك. سؤال الاول برك هذا ما كان. اصبر هاك ايه قلت لها السؤال الاول برك عطات لي الاول دوزيام تروزيام وكاتريام للزوم. كيما راك تاكي كامل صحاباتك اللي اسمهم مريم في لي كومونتير. اذا تعرفي وحده اسمها مريم تاكيها في لي كومونتير وقولوا لي في لي كومونتير اما اسم حبيتوني نهضر عليه. وما تنساش تابونيني باش يلحقك جديد. هاوليك الانستغرام تاعي ابوني ولا غير سيريو ابوني. ادخل البروفيل تاعي تلقى بزاف لي فيديو راح نعجبوك وما تنساش تابوني باش يلحقك جديد.